بعض كثير الأبنية اللي تم إهمالها أنا ذاك بفترة على أغلب التوسعة هاي في القرن الرابع أو عادة يعتقد أنه في القرن الرابع مش القرن الثاني هذه كانت الأبراج متكاملة بمجدها، لكن بقايا مباني انتابلتشرز حنوت موجودة دخلت في البناء زي ما موجودة هون موجودة هناك كل محل، وهذه كانت طبعا مرصوفة للمستوى الدرجة الثالثة مرصوفة لهون لأنها حجارة مهمة وكانت حلوة وجاهزة مقصبة عيد استخدام فترة عثمانية وقد يكون أيضا فترة عهد الإمارة. متى أعيد ترميم هذا؟ هذه في 82 فرنسيين في 83 فرنسيين خلصوها بشكل رئيسي. الصورة البلاك اند وايت الموجودة هناك مورجين أنه بس أربعة من الحجارة الداخلية وراء الباب هذا اللي كانت قائمة آنذاك. وأنا بتذكر أنا بالمناسبة قضيت طفولتي جد أرعى البقرات هون بالموقع لأنه مشيك دائما كان العشب أفضل شيء، وكل يوم أطيح من هون على المدرسة وارجع دارنا فوق، وجلك الله كنت أركب أنا وبنت أخوي الصغير حمار صغير روح، كنا أيام عن جد برا النص لما تصف معك حمار رمطه بجنب المدرسة معنا أنت زي معك رونز لايس، أنت فلاح. الأهل اللي بيستغنوا عن حمار زيادة بالكرم معناه هذولا عندهم خير كثير من علية القرن. آه طبعا سمعت أنه هذا العمود الوحيد موجود في العالم ورمدان بوابة الخارجية انه عبارة عن كورنثي فوق وتحت. ايوه هذا ما في له مكان بالعالم. انا اشك انه في العالم هذا من اخطاء الترميم البوابات هاي بس بوابة الجنوبية وهدرين هذا خصوصية لجرش فعلا يعني معروفة انه هاف سيلندرز تزيين البوابات ايش بسموه الملاصق هاف سيلندر انه هاي خصوصية لجرش فممكن انتم تحكوها نمط معماري لانه المبنى كمبنى يعني معروف وين ما كان تقريبا موجود، لكن ممكن تحكي انه الخصوصيه انه مزين قاعده العمود و بس مش كمكان وحيد في العالم وقد هلا ممكن يكون الوحيد رير سمي نادر وخلص نادر وبس او خصوصيه لا احد واحد لك موجود محل فلاني متاثر نبطي هلا ممكن لا في تأثير شوف هسه بنشوف جدار زيوس عفوا الأعمدة معمولة نفس الطريقة الأعمدة الحامل لجدار زيوس نفس الشيء نصها بالجدار ونصها برا هذا جدار زيوس نفسه قد تكون وجود قد تكون أثر يوناني الأنباط الأنباط فقط هسه بورجيكم الحجارة اللي هي كروس تيب الكروس تيب موجودة بالساحة بعضها كان معاد استخدامها في الكاردو وفي الكاردو بالذات في الكروس تيب مش الدرجة على الأقل لا بالديكورات فريزات اللي فوق بنشوف هسه بعض احجار بقايا الدرج اللي هو ماخوذ اصلا من الاسيريان ميثولوجي الاشوريه اللي هي درج تصعد بارواح للسماء. لكن هل تاثير نبطي هو تزيين القاعده مع اخوان الفتره النبطيه فتره مش معماريه فتره تواجد نبطي قوي صحيح لكن والانباط طبعا لقوا في